بين الخردوات والمهملات يبحث عن ضالته، فيحول قطعا يعتبرها الآخرون غير ذات قيمة إلى أعمال فنية مفعمة بالحياة. فهنا في مدينة مكناس المغربية يتجول الفنان عزيز علوان في ساحات الخردة بحثا عن قطع يستخدمها في منحوتاته، بما في ذلك قطع غيار سيارات قديمة وقطع من الحديد أو سلع منزلية مهملة. هاد البلاصة هادي هي كما تنعتبرها هي المنجم ديال الذهب بالنسبة لي أنا، هي اللي كنلقى فيها ديك الإلهام من ناحية المواد اللي تلقى هنا، كل مرة كاين الجديد. الفنان الذي يبلغ من العمر 32 عاما أنهى دراسته في تصنيع المعادن، ثم بدأ العمل في شركة كلحام محترف، ليبدأ بعدها بسنوات صنع منحوتات في ورشة عمله، حيث زاد اهتمامه بالعمل الفني منذ ذلك الحين. بالنسبة للمجسم أو للفكرة ديال المجسم كيفاش كتجيني، هي انطلاقة من واحد يقدر بخاصة تجيني ديك شي فكرة فلسفية ولا شي مقولة فلسفية كتعطيني إلهام أنني نديرها في واحد المجسم نجسد ديك الفلسفة، أو لا مثلا كنقدر ندير شي موضوع مثلا اللي تيعالج اللي عنده واحد البعد تربوي أو لا بعد ثقافي أو لا بعد سياسي. وقد ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في اتساع شهرة علوان، حيث تم الاتصال به لعرض أعماله في العديد من المهرجانات والمؤتمرات والمعارض. ويأمل علوان أن يتمكن من مشاركة أعماله على نطاق أوسع وإيصالها إلى عدد أكبر من الناس.